ويام سعد المضت حاشا أناملها أيام حلوة غدت أصحى وناملها نلعب ونركض سوا والغيركم منحب يا ما رضعنا الهوى يا ما رضعنا الهوى قبل الطفولة ونحب واليوم ما فادنا غير البواجي ونحب يا حيف نسيت عجب يدي بناملها الموال هو من أجمل فنون الشعر الشعبي في العراق خصوصا وفي الخليج عموما، وهو اللون الوحيد إلى جانب الأبودية يشترك في كتابته شعراء اللهجة الدارجة في العراق وعموم الخليج، بخلاف بقية الأنواع والفنون الأخرى التي يختص بها كل بلد. إن كان لا بد من كلمة أقولها بحق هذا الكتاب فأقل ما أقول أو ما يقال عنه أنه إنجاز جديد، جهد كبير، عمل متخصص يستحق الثناء والعرفان. شكرا لك يا أبو أحمد على هذا الجمال. الرحمن الرحيم، مبارك للأستاذ يوسف أبو أحمد إنتاج كتابه الرابع حكاية الموال، ونتمنى أن إحنا نحظى بكتاب حديث أو كتاب جديد إلى السنوات القادمة يكون قصة الموال، يعني كل فصل من حكاية الموال يكون في فصل معين مجموع في جميع الموالات، وأسأل الله له التوفيق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في هذه الليلة احتفينا بالإصدار الجديد لأخونا أبو أحمد أستاذ يوسف بريه، اللي
عنوانه بحكاية الموال. طبعا أنا شهادتي ممكن تكون مجروحة في أبو أحمد، لكن فعلا يعني هذا الإصدار هو أعتقد أنه إصدار غير مسبوق في المنطقة، وإصدار يعني جدير بالاقتناء. طبعا أنا أقول الكلام هذا بحسب اطلاعي عليه، بحسب اطلاعي على الكتاب، أقول أن الكتاب فعلا يعني يحتوي على مادة قيمة لمن أراد أن يعرف حكاية الموال أو أنواع الموال، وهو يجمع الفائدة بالمتعة أيضا. يعني هو ليس كتاب جامد يعني أو كتاب أكاديمي بحت، هو أيضا يحتوي على المتعة. فأتمنى أن أستاذ يوسف بريه أن يتحفنا أيضا في الأيام القادمة بما هو جديد وبما هو مخبأ، بما هو مخبوء في الأدراج، وإلى الأفضل إن شاء الله. مبارك للصديق الشاعر يوسف آل بريه هذا النتاج، ونتطلع لنتاجات أخرى ومن جمال لآخر إن شاء الله. إصدار جديد من الشاعر يوسف آل بريه يحتوي على دراسة استقصائية عن الموال وفنونه. استمعنا إلى نماذج منها في الأمسية، وكانت بإلقاء الشاعر طبعا استمتعنا فيها. طبعا أنا ما طلعت لسه على الكتاب كامل، بس النماذج اللي ساقها يعني تمهد إلى أو تعطي انطباع عن الدراسة إن شاء الله. بنشوف يعني 99 نموذج من هالنماذج الموال، وإن شاء الله جهد مبارك إن شاء الله وموفق من الشاعر. طبعاً أشكر الحضور في هذه الأمسية الغير المتوقعة، يعني العدد كان صراحة مثلج الصدر من جانبين، طبعاً الحضور الرجالي والنسائي. الأمسية أتمنى أن تكون يعني قدمت شيء للحضور يليق به، واللي عندي يعني أنا قدمت بطريقتي وحببت كل جهدي يعني أن أقدمه بالمستوى اللائق. أتمنى أنها تكون يعني في صورة جميلة ومرضية. و طبعاً أنا إذا أشكر ذكرت أنا هذه الأمور، أشكر طبعاً من قام بطباعة الكتاب حكاية الموال اللي هو مركز تبارك الثقافي، وأيضاً نشكر ملتقى حرف لإقامة هذه الأمسية الجميلة ودكاتفهم وتضافرهم، والشكر موصول لجميع من ساعدني طبعاً في ظهور هذا الكتاب، كتاب حكاية الموال. يقول: ما من لطبع الصبر لو راد مني يمل، يا أبو محاكي ذهب قلبي لودادك يمل، متروسة عينك كحل جاوبني خطهن يمل، خيعون كل من قعد وبليل شعرك ظفر، حظا سعيد وربح لو بيك مرة ظفر، طرف الأصابع إلك خليني صبغ الظفر، بحر الحسن مقبلك خل قلبي منك يمل. أنا انتظرك تقول لي أوكي.